السلام عليكم، معكم ياسين بن عيش، رئيس جمعية أهل الخير والعطاء. هي جمعية اجتماعية تأسست 2017، وهي جمعية شبابية 100%. بداية كانت مجموعة على الواتساب، ثم قررنا أن نحولها إلى جمعية. وهذه الجمعية كتشتغل يعني محليا وجهويا ووطنيا، يعني حيث قامت في هذه المدة يعني ديال 4 سنين بالعديد من المشاريع، منها ما هو مشاريع يعني موسمية، ومشاريع يعني جديدة التفكير ديالها خارج الصندوق. طبعا احنا الحمد لله يعني كثير من الجمعيات كاين في طنجة، ولكن احنا كنحاولوا نتازوا بتغيير نمط التحركات. تتكون الجمعية من 60 عضو وعضوة، ويشغل العنصر النسوي أزيد من 60% في الجمعية، وتضخ الجمعية كل مكوناتها وأقطابها في مشروعين كبيرين. الأول هو لمسة الدفء الرابعة إن شاء الله، للوجهة ديالها كتكون أغلبية الأطلس، لأن هذه الجهة كتعاني من الثلوج والبرد القارس. إن شاء الله ربي يعني دائما ننطلق في شهر 1، ولهذا كندعو جميع المشاهدين بأنهم يدعمونا في هذا المشروع هذا بكل الوسائل. بالنسبة للمشروع الثاني اللي هو الصحة النفسية للطفل، أولا غنخلي رئيس القطب التربوي يتكلم إن شاء الله بعد قليل. سأتحدث عن مشروع لمسة الدفء الرابعة، وهي قافلة تضامنية كتكون الوجهة ديالها إلى سكان الأطلس الكبير. وتتكون هذه القافلة من مواد غذائية عامة، أغطية، ملابس جديدة، كذلك المواد الطبية أيضا. وتستهدف يعني هذه المرة نحاول إن شاء الله تستهدف يعني إلى 1000 أسرة، لأن يعني في النسخة التي مرت، وهي 3 نسخ، استهدفنا 500 أسرة. كانت الوجهة الأولى إلى إقليم ميدلت، والوجهة الثانية إقليم خنيفرة. وموعد الانطلاقة كتكون في شهر 1، كيكون يعني البرد القارس. ندعو جميع يعني سكان مدينة طنجة لدعم هذه الأسر باللوازم التي سبق ذكرها، سواء كان اللوجيستيك أو المواد الغذائية أو الأغطية أو المواد الطبية. طبعا نحتاج الدعم الكثيف، لأن هذه اللمسة هي لمسة فريدة من نوعها، حيث سنقوم إن شاء الله بتزويد مدارس في عين مكان ب يعني حواسب لتطوير البنية التعليمية في تلك المنطقة، كما أيضا سنستعمل يعني عملية تشجير للمنطقة بأنواع من الأشجار التي تثمر لكي تساعد ساكنة المنطقة على المردود الغذائي في فترة الغلاء للثلوج. ومن هذا المنبر نحث سكان مدينة طنجة للدعم ولو بكلمة طيبة لرسم ابتسامة في وجوه سكان الأطلس، ورسم ابتسامة أيضا وتحفيز ومحاربة الهدر المدرسي للتلاميذ في المستوى الإعدادي ولكل المستويات إن شاء الله رب. وفي الختام نتقدم بالشكر للمنبر الإعلامي الدار على نشر رسالتنا في شخص السيد سي محمد العافية. مرحبا جميعا، معكم مراد دادو، رئيس القطب التربوي للطفل والطفولة التابع لجمعية أهل الخير والعطاء.
احنا حوالي 5 سنوات اشتغال داخل مدينة طنجة، وأيضا حوالي 60 طاقة من الشباب والشابات الذين يحاولون تغيير ملامح، سواء ملامح العمل الجمعوي، سواء ملامح المدينة أيضا إلى ما هو إيجابي طبعا الحال. وداخل ما هو إيجابي حاولنا نشتغل لمشروع 1000 ابتسامة لألف طفل، واكتسبنا حوالي 500 ابتسامة في الرصيد والبنك الابتسامات داخل الجمعية. حاليا شغلنا على حوالي 500 ابتسامة بحال اللي قلت، تتوزع على 300 ابتسامة توجهنا من خلال الطفل اليتيم، وأيضا 200 ابتسامة للأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة إلى المدارس. وحاليا تشتغل للطفل المتمدرس من خلال ضم 100 مساعدات من خلال جميع ما يخص المحفظة والمقلبة والدخول المدرسي لموسم 2021-2022. وأيضا قمنا بزيادة على ذلك الأعضاء داخل الجمعية بتطوع منهم إلى أن يقوموا بتتبع وتقييم هذا التلاميذ من خلال الدعم المدرسي، وأيضا اكتساب بعض المهارات سواء المواهب كالغناء إلى ما ذلك، أو اللغوية من خلال اللغات الأساسية الإنجليزية والفرنسية والأمازيغية لملا. ومحاولة من أجل إنجاح هذا الأمر أرفع صوتي إليكم من أجل ضمه، وأيضا التبرع من خلال الأرقام الجمعية سواء البنكية أو الهاتفية، والاستفسار أيضا عن معلومات إضافية فمرحبا أيضا. قبل ما تخرجوا ما تنسوش تابوناو في العشان يوتيوب، بارتاجيو الفيديو وديرو جيم، وتابعوا الدار على مواقع التواصل الاجتماعي.